بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ اتكلمنا قبل كده ان انت ازاي تحقق شروط في اليوتيوب، وبعد تحقيق الشروط ان ازاي تكبر وتجيب مشاهدات وتكبر اغلى من الشروط. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. انت مثلا بعد ما عملت الفيديو بياخد منك وقت، ان انت محتاج تشير الفيديو ده على كل السوشيال بلاتفورم او كل المواقع التواصل الاجتماعي. البرنامجين او الموقعين دول موقعين كبار بيقوموا بالمهمة دي بدل ما انت بتتعب وتضيع وقت فيها. اول موقع هنتكلم عليه النهارده ifttt.com. الموقع ده بنعمل عليه تسجيل start connecting your world. تمام، هنعمل get more. تمام، ده الويب سايت. طبعا هسيب لكم كل اللينكات اللي هشتغل عليها تحت في الديسكريبشن وصف الفيديو. طبعا احنا بنتكلم على اليوتيوب بس، انما في حاجات كتيره جدا تقدر تستفاد منها لو عندك ويب سايت. طيب لو عندك ابلت تبقى في جازة. طيب احنا نعمل ايه؟ اكسبلور ونشوف، نعمل بحث ونكتب اليوتيوب. طيب جميل، دي كلها ابلتس ممكن احنا نقدر نشتغل بيها في انها تقوم بالمجهود ده بناء عننا. طيب اد يوتيوب تو يور لايف ستايل، في طبعا مواقع كتير انا اول مره اعرف عنها، فاحنا هناخد المواقع المهمه اللي هي مثلا زي بنترست. انا سجلت عليها قبل ما اعمل الفيديو ده. اللينك بتاع الموقع ندخل عليه نتاكد ان احنا عاملين ساين ان. طبعا احنا بنشرح على قناة اخت لينا اسمها ايا حسين، دي اللي هنقوم بالشرح على القناة بتاعتها. طبعا انا عامل لوج ان على بنترست، فاحنا بنعمل كونكت. طبعا هو بيدخل بقى بيعمل دمج ما بين الحساب بتاعك في اليوتيوب وبعد كده الحساب بتاعك في الموقع بنترست. going to بنترست هيقول لك مثلا عايز صلاحية كذا كذا، تقول له اوكي. كده احنا عملنا دمج. البورد اللي انا عاملها في البنترست مسميها مثلا ايه؟ احسن للبنات وبس. تمام، ناخد الكوبي ونقول انا عايزك تنشر في البورد ده. بياخد بقى البروفايل الفوتو يو ار ال والديسكريبشن وبعدين الايه اللينك بتاع الفيديو. نقول له سيف سكسسفولي كرييتد كونكتد. كده تمام، هو بياخد من اليوتيوب بيرمي على بنترست اوتوماتيك لوحده. اي فيديو ترفع على اليوتيوب يتنشر على البنترست في البورد ده. طيب نشوف حاجة تانية، يوتيوب فيديو تو تويتر. طيب انا طبعا مسجل على تويتر، هنفتح نقول له كونكت، نعمل جوينج تو تويتر اهو. احنا لو فتحنا تويتر جميل، انا عامل لوج ان، انا كده مسجله. عمليه التسجيل دي سهله بقى عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده. طيب هيقول له يعطي الصلاحيه للتطبيق، بيسال يعني، هقول له اوكي. جالي اعاده توجيهك الى التطبيق، عمل كونكشن هنا ما بين اليوتيوب وما بين تويتر اوتوماتيك. هو زي وسيط بياخد مثلا الاي بي اي بتاع هنا وهنا ويربط ما بينه، ينزل اوتوماتيك يوم مرفوع على الناحيه التانيه كده يعني. تمبلر موقع كبير برضه زي السوشيال ميديا، موقع كبير ومهم، ما نستغناش عن الحاجات دي. طبعا كنت انا مسجل. تمام، ادي الاكونت بتاعي. طيب نروح للتطبيق نقول له كونكت، الاو، يديله الصلاحية. طيب بوليت تاجز، ممكن نخلي مثلا الكلمة دي يعني تاج. طيب وببلش ناو، ماشي، قوله سيف.
ماشي كونكتد كده زي الفل. طيب نشوف حاجة تانية. بوكيت فاير ديبريستيريو تمبلر، كل دي حاجات وكل دي مواقع تقدر انت تستخدمها كلها. في حاجات حتى انا بصراحة معرفهاش. سبوتفاي، تو دو، يوتيوب، انستا، بيبر، دي وان، ساوند كلاود، دي طبعا لو عندك فيسبوك بيج صفحة. ايش مشكلة نعمل، ممكن نعمل صفحة. نفتح الفيس ونعمل صفحة. تظبط انت الصفحة، بعدين بقى ترفع بقى البروفايل بيكتشر والكفر. طيب احنا كده كريتنا الصفحة، نعمل دمج بحيث ان الفيديوهات تترفع اوتوماتيك على صفحة الفيس. المتابعة اوكي. طبعا لو عندك اكتر من صفحة بقى بعد كده بيخيرك دي الصفحة اللي انا عايز اعمل عليها. طيب اوكي ابديت. كده عملنا ربط ما بين الحساب بتاع الفيس والصفحة واليوتيوب، يوتيوب تو فيسبوك بيج. تمام. طبعا مواقع مجانية، لان في مواقع تانية بفلوس وفي ادوات تانية وفي برامج منهم برنامجين كبار جدا ان شاء الله هنتكلم عليهم في الفيديو الجاي. برنامج اسمه جارفي، وبرنامج ده اسمه سوشينيتور دومينيتور. الاتنين دول برضو برامج كبيرة جدا ومبالغ، وان شاء الله هننزلهم مجانا وهنشرحهم في الفيديو الجاي. لكن الموقعين دول مهمين جدا جدا جدا. نجرب الموقع ده، انا بصراحة معرفش ايه ناره ده. اللي احنا بنعمله ده مهم جدا جدا جدا، يعني محدش يفكر ان هو حاجة هايفة. على سبيل المثال انت مثلا راجل عندك مصنع بتعمل اماكن توزيع، او زي على سبيل المثال مثلا فينوس عمل عربيات بتلف وواقفة في كل حتة. انا مثلا هنا في مطقم العربية واقفة على اول شارع بورسعيد، دي منافذ توزيع بتجيب لك العملاء او الكاستمرز او مشاهدين ومتابعين. انت لو راجل مثلا فاتح في القاهرة، مين بتاع مطعم اللي هيجي لك في القاهرة؟ انت راجل من مضامر، مين بتاع القرار اللي هيجي لك مضامر؟ فانت عامل زي منافذ توزيع تجيب لك عملاء، زي راجل بيعمل اعلانات في التلفزيون وفي الجرانين وفي كل حتة عشان يجيب زباين. يعني انت لما راجل تفتح مثلا محل بتقعد توزع ورق تحت العرشة وفي كل حتة عشان تجيب ناس، صح؟ احنا كده بنوزع ورق. اللي بنفتح مثلا دلوقتي اماكن او فروع تجيب لنا مشاهدين على القناة بتاعتنا. تمام. لان انت دلوقتي لما تروح تطلب من واحد مثلا صاحب قناه كبيره تقول له النبي دعم، يتنك عليك ويعمل لك فيها بنبر مديله. تروح مثلا لمواقع بتاع التبادل الاشتراكات، تيجي مثلا تقول له اشترك لي وانا اشترك لك. طبعا اليوتيوب ده مش اهبل، لانه طبعا اتضحك عليه في السنين اللي فاتت كتير قوي، فهو عمل خوارزميات بتقدر تجيب الحاجات دي، وبيبقى كده بيفرض عليك عقوبات. تبص مثلا كان عندك 100 200 300 مشترك، بص لهم نزلوا النص عدد ساعات مثلا 400 ساعة، بص لهم 100 ولا حاجة. ليه؟ لأن هو عاقبك، لأن أنت عملت حاجة في ضمن الحاجات اللي هو حاضرها. تمام. فالحاجات دي كلها قانونية وبتجيب لك ترافيك ومشاهدات من غير وجع دماغ ولا تروح تتذلل لحد. كل دي حاجات مجانية. في حاجات طبعا بقى بفلوس تقدر إن أنت تعلى في ثواني. واحد مثلا قناته كبيرة، تروح تقول له أنت عاوز كام ويعمل لك ريفيو عن القناة بتاعتك، او تعمل مثلا تمويل على الفيسبوك للفيديوهات دي، او تمويل على جوجل ادورد. كل دي حاجات ان انت بتدفع فلوس عشان تعمل.
لكن احنا بنتكلم في الحاجات المجانية اللي انت ما تصرفش من جيبك جنيه وتكبر وتدخل لنفسك فلوس. مواقع كتيرة جدا تقدر انت تشترك وتجرب براحتك. احنا بنشرح الحاجات الاساسية زي مثلا فيس، تويتر، انستجرام، تمبلر، لينكد ان، ريديت. كل دي مواقع سهلة وفي عليها ناس كتيرة جدا، بالذات لو انت مثلا ترافق او المحتوى اللي انت تعمله اجنبي، لو هتشرح حاجة بالانجليزي لناس اجانب ده بيكون طبعا حاجة جميلة جدا وبيدخل لك دخل اعلى بكتير طبعا من العرب، لان الاجانب مشاهدات السعر طبعا بيبقى اعلى، لان معظم الناس اللي بتعمل اعلانات بيبقوا اجانب. انت دايما مش عاوزين نغلط من نفسنا، لكن دايما العرب الحاجة مثلا تقول له 100 جنيه يقول لك لا ده ب2 جنيه كده، فعشان كده طبعا سعر المشاهدات والضغط على النقرات في الاعلان كل الكلام ده بيبقى ايه اسعار قليل. فانت لو انت راجل اللي عندك لغة سواء انجليزي اي لغة ممكن تعمل محتوى باللغة دي وهيجيب لك مبلغ اعلى. نعم نجرب في مواقع جديدة بصراحة، بس احنا ايه بنجرب مع بعض. اهم حاجة احنا عملناها دي مواقع جديدة، مش هنخسر حاجة لو احنا اشتركنا فيها. كل الموضوع ده مش هياخد مننا ربع ساعة. يعني QUIB ده اول مرة بصراحة افتحه. ديليشيس دي موقع سوشيال ميديا، موقع جميل، مواقع كتيرة 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 تقدر انت تجرب منها. لا مش ده، ده موقع واخد الاسم. ايوه تاني مكعب كده في مربع. هو ده بلوجر. ده لو انت مثلا عندك ويب سايت، وبلوجر دي منصة جوجل بتقدمها للناس اللي عاوزة تعمل موقع ومعهاش فلوس، انها بتعملها مجانية. نيجي نجرب نعمل واحدة. انشاء مدونة بيقول لك اسمها هيبقى ايه، مثلا ناخدها نسمي اي حسين على سبيل المثال. الدومين بتاعنا طبعا ما ينفعش فراغات ولا شرطة. ماشي انشاء مدونة دي ان شاء الله بعد ما نخلص اليوتيوب هنتكلم في بلوجر. عملنا المدونة، نقول له كونكت، نختار الاكونت. اوكي امضي. طبعا لو عندك اكتر مدونة بيقول لك عايز تنشر في اي مدونة. طيب ده ايه، لا احنا الابل دي بتقول ان احنا بننشر من الناس اللي انا مشترك معاها، بينشر فيديوهات عندي على البلوجر. احنا مش عايزين دي، عايز انشر فيديوهات انا دي كل الناس اللي طبعا الاكونت ده متابعها. لا انا عاوز اعمل ماركتنج للفيديوهات بتاعتي، عايز اسوق فيديوهات انا، عايز اجيب لها ترافيك، عايز اجيب لها مشاهدات، عايز اعمل لها تسويق. انا ميهمنيش الناس اللي انا بتابعها. انا بقول لك ايه، from subscriptions. لا
بيقول لك تشانل سبسكريبشن تو بلوجر. لا انا مش عايز ده، انا اعمل باك، انا عايزين فيديوهاتي انا، مش انا اعمل كونكت. لا يوتيوب تو بلوجر، ايوه يوتيوب تو بلوج بوست. طيب يبقى ده قناتي وفيديوهاتي للبلوج سبوت دي، ياخد ال URL والتايتل زي الفل، هو ده اللي انا عاوزه كده، ياخد كل فيديو واعمل له ايه موضوع على بلوجر. كونكتد زي الفل، احنا كده مية مية. طيب الموقع التاني كان اسمه ايه؟ ريكيور بوست. هسيب لكم طبعا اللينكات بتاع المواقع دي كلها في الديسكريبشن تحت. اي حد بيعجبه المحتوى طبعا يعمل لنا اشتراك ويشير، هنكبر كلنا مع بعض. والناس الجديدة اللي عاملة قناة جديدة ان شاء الله نعمل جروب على الفيس، نعمله تبادل للعرب، هنختار مثلا 10 كل يوم ونعمل لهم ايه اشتراكات، بحيث ان احنا نعلى كلنا مع بعض. ريكيور بوست زي الموقع الاولاني، بيقوم بالخطوات بناء عنك، عندك الفيس ولينكد ان وتويتر وانستجرام وجوجل بيزنس. الفيس مقدم لك بيج جروب بروفايل. طيب انا المتابعة النظر كير بوست اكاونت، يعني في الحساب تاني متضاف عليه الحاجات. برضه نفس المشكلة. نسينا نربط انستجرام على الموقع، نعمله بعدين. طيب لينكد ان، تويتر، انستجرام، اي حد محتاج استشارة يسأل عن اي حاجة تحت امره في اي وقت. تقريبا مفيش انستجرام، مش مشكلة. بس عندك حاجة تانية بقى، ان انت مثلا بيبقى في حاجات ايه، ان انت نشرت من يوتيوب على تويتر، فانت لو فتحت بقى تكتب بحث عن تويتر هتلاقي من تويتر لانستجرام لفليكر لفي كذا موقع تاني، فاهم؟ يعني انت تنشر في حتة والتانية دي منها الحتة التانية.
احنا عملنا هنا على انستجرام هي enable push notification done. طيب احنا ضفنا حساب كده انستجرام، ممكن تضيف حسابات تانية لو عندك جوجل بيزنس اللي هو الخرائط، ودي حاجة مهمة جدا برضو لو انت محل او موقع مليك مكان بيرفع ترتيبك برضو في جوجل، حاجة مهمة اوي. دخلنا برضو ربطنا تويتر، طيب انا اللي نجست. انت طبعا لو عاوز بقى تعمل بوستات وتعملها زي جدولة عن طريق الموقع ده، نجست الاسكادول بتاعك اهو، ان هو الجدول قاله ليتر انت كده سجلت. ممكن انت تاخد الفيديوهات دي وتعمل لها جدولة بحيث ان الفيديو يتنشر في وقت يوم معين الساعة كذا يوم كذا على المنصات اللي انت حاططها دي. بالتوفيق ان شاء الله، اشوفك على خير.